مساء الخير عليكم جميعا، وحلقه جديده من مصمت النجوم. النهارده مصمت مش مطبخ. طبعا ضيفنا النهارده منورني ومشرفني دكتور خالد وشيحي. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء الخير يا حبيب قلبي. استشاري مخ وانف وحنجره. بس انا ما اعرفش ايه علاقه المخ والانف والحنجره باللي احنا هنعمله النهارده يا دكتور. طبعا انا شيكت مع الدكتور قبل الهوا هنعمل اكل ايه النهارده. الدكتور قال احنا عايزين نعمل حاجه بقى، سيبك من الجو المستشفيات اللي انت بتعمله، وهنعمل النهارده لحمه راس وهنعمل فشه. مظبوط كده؟ فما تستغربوش انا لابس ايه. طبعا انا في مستشفى النهارده، فزي ما انتم شايفين الدكتور قال لي لا انا مش هقدر اطلع معاك غير لما تلبس الجاونت الجميل الطب اللي انا جايبه معاك. مساء الخير يا دكتور. نورتني وشرفتني. تسلم. وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. ربنا يخليك. وهبقى يعني اكيد الحديث هيبقى شيق ان شاء الله، واللي عنده اسئله عن يسال الدكتور خالد عن مشاكل الانف او الاذن او الحنجره بنستاذنك. طبعا نقدر نجاوب على الساده المشاهدين. شرفني. وصفحتنا موجوده على الفيسبوك لو خالد ينزل على الشاشه بيها. عايزين تسالوا الدكتور خالد في اي سؤال، لو ما قدرتوش توصلوا لنا على الهوا، انتوا عارفين بقى البرنامج مشهيص الدنيا ومسمع وتليفونات كتير ومفيش حد بيكلمنا ولا حاجه، بس انا بحاول اقنعكم كده يعني. فابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك موجوده قدامكم على الشاشه اهيت، اي اسئله في الاكل في الشرب في انف في اذن في حنجره، عايزين تسالوا الدكتور خالد معانا فرصه. اسالوا الدكتور على اللي انتوا عايزين تسالوه علينا. مساء الخير يا دكتور، نورتني. ما تيجي تنورني بقى هنا. طبعا طبعا طبعا، يشرفني. اتفضل يا دكتور. ربنا يخليك. طيب دكتور خالد منورني. تسلم. ومشرفني. تسلم. وكلنا لنا علاقات او لنا ارتباطات بالاكل. طبعا. فلما سالت حضرتك هنعمل اكل ايه النهارده، خدتني في حته تانية خالص انا اول مره اعملها بامانه. فقلت لي احنا هنعمل فشه وهنقول للساده المشاهدين فوائدها ايه. ولحمه راس. ولحمه راس. ليه اخترت لحمه الراس والفشه؟ وانت عارف احنا يعني معظمنا عارف ان الدكاتره اكلهم يعني ما بياكلوش زي الناس العاديه، يعني بيبقوا واخدين بالهم من الاكل شويه. بص يا شيف رفعت، اتفضل. انا طبعا متابع لحضرتك. اتفضل. ربنا يخليك. وسعيد ببرنامجك. الله يخليك. وسعيد بالقناه، وسعيد ان انا التقي بيك النهارده كده قدامي. انا كنت بشوفك كل يوم بعد ما اخلص عيادتي. طب كده طب ساعه واحده بالليل. قبل ما نخش في الحوار ده. انا عملت السيزون الاولاني والارتباطات للشغل عندي ما كنتش هرجع تاني. بس انت من الاسباب، والله بكلمك بجد، اللي رجعتني. تسلم. اللي انا اقف هنا تاني. عارف فاكر لما قابلت حضرتك؟ اتفضل. لا انا عايز اقول حاجه، برنامجك جميل، انت شخصيه جميله جدا، انا بستمتع بروح حضرتك الطيبه. اتكلم بجد. الشخصيه الجميله. انا كنت بخلص عيادتي الحمد لله على الساعه 12 ونص واحده، كنت ببقى حريص جدا ان انا قبل الساعه 2 اكون في البيت عشان اتفرج على الاعاده، وببقى سعيد جدا. وفي حلقات مميزه جدا، انا كل ما الاقي نفسي فاضي او في القطر مسافر الصعيد بلدي الاصلي، افتح كده واتفرج على الشيف رفعت في نجم مع النجوم في الحلقات بتاعتك. انا بامانه شديده جدا، ولا رياء ولا نفاق في هذا الموضوع، انا سعيد جدا ان انا اقابلك النهارده في وش كده اهو، ويبقى حبيبي ده شرف. جميل جدا. ده شرف ليا دكتور. احنا ليه النهارده هنعمل فشه ولحمه راس؟ انت حضرتك شيف رفعت في مطعمك الجميل. فضل. بتعمل اكلات صحيه. مظبوط. بتعمل دايما ستيك، بتعمل مش عارف شاورمات. انا بعمل حاجات مشويه. لقيتك مره عامل سلمون ستيك. مظبوط. سلمون ستيك ده انا اكلته مره واحده في حياتي في احد المؤتمرات، ولكن طبعا ثمنه غالي قوي. مظبوط. انا عايز اقول حاجه، احنا في بيوتنا واهلنا كل اسبوع اسبوعين دي حقيقة نشتاق لاكله حرشه. مظبوط. وبعدين مش كل الناس عايزه تعمل دايت. لا احنا عايزين ناكل. صح. ونشبع ونملى دماغنا كده اهو. مظبوط. النهارده لحمه راس. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا فوجئت النهارده وانا بشتري لحمه الراس. عارف كيلو كام؟ ارخص من اللحمه العاديه ب 70 جنيه نص التمن. عارف الفشه كام؟ ب 60 جنيه او 55 نص التمن. كويس. انا كنت متخيل ان هم اسعارهم غاليه. لقيت اسعارهم. الحاجه الثانيه، اتفضل. لحمه الراس دي اساسا عباره عن عضلات، وعضلات رفيعه جدا وناعمه. مظبوط. فلحمتها ناعمه وجميله وطريه. يعني احنا بنروح للجزار نقول له اديني حته مثلا مش عارف من ايه، من بيت الكلاوي عشان تبقى ناعمه. لا، ده لحمه الراس انعم. في بقى جزارين في المناطق الشعبيه. طب سؤال برضو، اتفضل. هل الفشه ولحمه الراس لا علاقه بالانف والاذن والحنجره؟ لا، يعني بتجمل مثلا؟ لا لا لا، هو الـ 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 الاكل ده احنا طيب. كلنا سواء اطباء سواء اي وظيفه في الدنيا بيروح بيته بينسى وظيفته وبيقلع كل وظيفته دي قبل ما كان عمله، وبيخش بيته نفسه زي اي شخص. النهارده عايزين ناكل حاجه كده حرشه كده. طيب. ايه تظبط. طيب. وتسند معانا. يبقى نقول للمشاهدين هنعمل ايه. في مزيكا والنبي يا خالد في ودن وطيها لو سمحت افصلها.
افصل الموسيقى عشان في ودني مش عارف اتكلم. طيب يبقى لحمه الراس احنا قبل الهواء طبعا عشان بتاخد سوا كتير سلقناها. تمام. وحضرتك هنعملها بالبصل والفلفل والثوم والطماطم والكلام ده، والفش هنعملها برضه وشرحه، وسلقين الحمص. تمام. سلقناه وهنعمل، يبقى هنعمل شويه رز مع لحمه الراس. هي. هنعمل لحمه الراس قلنا قبل الهواء عشان لحمه الراس بتاخد وقت، فاحنا سلقناها. تمام. فهي مسلوقه قدامنا جاهزه اهيت. تمام. والمقادير لو خالد نزل بيها على الشاشه يبقى كتر خيره. اهي ادي اللحمه تتاكل. بص يا دكتور، انت هتسمح لي اساعدك ولا لا؟ ده انت هتشتغل، انا هتفرج عليك، انا عامل لك الرز. عامل لك الرز وانت هتشتغل. لا البس جوانتي. وانا عايز اقول لك حاجه، براحتك انت، احنا عايز اقول لك حاجه، احنا بقى النهارده لا لا لا، انا عايز اقول لك حاجه بس مصمت. عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا، دايما ست البيت بتنسى موضوع الجوانتي بقى انه مهم قوي. ليه بقى؟ اتفضل. لان احيانا الدم اللي بيبقى موجود في اللحمه او الكبده بيعمل شويه حساسيه في الجلد نفسه، واخد بالك؟ اتفضل. في بقى جوانتيات ببودر وفي جوانتيات باودر فري، ودي موجوده في السوق، دي موجوده مكلفه دي يا دكتور؟ لا يا فندم. الجزء الجوانتي اللي احنا بنلبسه انا وانت ده اتفضل يكلف تقريبا جنيه بس. بس طول الوقت انت محافظ على اللقمه اللي انت بتعملها. لا، ومحافظ على الجلد بتاعك وانت شغال. بس احنا كلنا دكتور اتربينا، امهاتنا ربيتنا يعني معلش اتفضل، كلنا صعايده فلاحين. طبعا وانا صعيد. امهاتنا كلها تقف من غير يعني الجوانتيات ولا الحاجات. وماله الدنيا ماشي، الدنيا بتتغير. بتتغير النهارده الست البيت عايزه ضوافرها. عايزه مش عارف ده الجديد يا دكتور. تقول لك لا مش هعمل اللحمه هتبوظ ايدي. لا نعملها حته جوانتي من غير باودر ولا حاجه ونشتغل على طول، وموجود في الدنيا كلها. طب يبقى ده في بالنسبه للاكل ده صحي وبيبقى امان واحنا بنعمل، يحافظ على جلد السيدات او كمان الرجاله. الرجاله بتطبخ النهارده زي الفل. حلو الكلام. طب ناخدك بقى في حته يا دكتور، واحنا بنتكلم كده والساده المشاهدين اتفضل، واحنا بنعمل بنقطع مثلا، بنعمل اكل وبنقطع البصل، فتلاقي عينينا عماله تنزل ميه من البصل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. البصل برضو ده ليه قصه. يعني حضرتك لما تيجي تقطع البصلايه ما تشيلش الجدر اللي تحت ده. ليه بقى؟ الجدر اللي تحت ده هو مصدر الايه، الماده اللي بتبقى موجوده بتزود نشاط الدموع. هي الدموع دي مفيده بس لما تبقى زياده قوي انت نفسك ما تقدرش عليها. فدايما اقطع البصلايه من تحت وسيب اللي فوق دي. اللي فوق دي خليها في الاخر خالص. عايز تعمل ايه انت بالبصلايه؟ قول لي. ماشي. انت بقى هتعمل، هنقطع البصلايه بالنص كده. اتفرجوا على الدكتور وهو بيقطع البصل يا جماعه. يقول لك ايه بقى؟ بص يا رفعت، يقول لك مشرط إيه؟ لا يقول لك البصل ده احنا هنقطعه ايه؟ اتفضل. جوليان. ايه جوليان ده؟ انا مش عارف. اتفضل. طب ما نقطعه سطوحي مثلا. طب. او شمندي. او مشوادي. طب. حاجات بتاعت بلادنا. ايه جوليان ده؟ انا مش عارف. كل شيء يطلع في برنامج طبخ يقول لك انا هنقطع جوليان. ايه جوليان ده بقى؟ عايزين نفهم الجوليان ده. اتاري الجوليان ده راجل طباخ ايطالي اعتقد. هو اول واحد ايه عمل البصل شرايح. ده انت مذاكر يا دكتور. كويس. هنبتدي بقى ايه. ادي البصل اهو يا باشا. ايوه. انت جاهز؟ انا بعمل لك الرز. لا احنا عايزين نخش في لحمه الراس عشان تاخد وقت. ما هو اللحمه انا هبص هعمل ايه؟ خش في العين الثانيه على طول. سيد الفاضل بلحمه الراس عشان ايه؟ معانا تليفون يا دكتور ونرجع لك. هات يا باشا. طيب معانا مين يا خالد؟ يا مدام اميره ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا شيخ؟ اخبارك يا مدام اميره؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ اتفضلي. عايزه اطلب من حضرتك طلبين. اتفضلي. معلش. اتفضلي. اول حاجه عايزه تورته البسكوت. تورته البسكوت. اه. طيب ايه تاني؟ وعايزه الكرشه. الكرشة. الله. ده مصمت. دخلنا خلاص مصمت. الناس هي ابتدت تتفاعل معانا. شيف رفعت هو ده التفاعل. حاضر يا ست الكل. حاجه تانية؟ لا. شكرا ليك وشكرا لسؤالك. ادي يا سيدي البصل اللي بيقول لك عليه جوليان. ايه بقى موضوع وهو ده بتاع بلادنا احنا مش جوليان ولا حاجه. ايه موضوع الكرشه بقى؟ قول لي. الكرشه دي يعني ايه؟ حاجه من الحاجات اللطيفه اللي بتطلع من الذبيحه. حضرتك اسمها الحلويات يا دكتور؟ لا هي الكرشه. كرشه الحلويات دي بقى المجموعه بقى كلها. المجموعه كلها. الطحال على الكرشه. على الممبار، على مش عارف الفشه. كل ده ايه اسمه مع بعض. ما تاخدناش في الحلقه كلها اكل، احنا برضو عايزين نفيد السادة المشاهدين. احنا جاهزين نتكلم زي ما انت عملت كده بالجوانت. انا بعمل كده. احنا جاهزين زي ما انت شايفين. طب معانا تليفون ونرجع لك يا دكتور. يا اسراء. ازيك يا اسراء؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عايزه اكلم الدكتور. الدكتور معاك. سامعك. اتفضلي. اخباري. اخباري. معاك. سامعك. اتفضلي. ايوه يا دكتور. انا يا دكتور عندي الام في زوري. الو. معاك. سامعك. اتفضلي. اتفضلي سامعك. عندي الم في زوري مستمره وبصبح الصبح كده بجد نزيف من زوري برد. طيب انت حضرتك شايله اللوز ولا لا؟ شايله اللوز؟ شايله. الو. شايله اللوز؟ شايله اللوز يا مدام اسراء؟ لا لا
مش شايله اللوز. طب بص هقول لك حاجه، 90% من مشاكل الحلق بتبقى يا اللوز زي الجيوب الانفيه، بعدها بتيجي الاسنان. يا ريت حد يبص على حضرتك لا تكون اللوز عندك متضخمه من وانت صغيره، محتاجه بس تعملي تحليل، واذا كان كده ممكن تشيليها او تكملي بعلاج طبي كويس عشان الام الحلق دي تختفي. تحليل بسيط قوي اسمه تحليل زي سرعه الترسيب كده، اسمه انتي ستريبتولايسين او تتر اي اس او تي وسي ار بي، ودول اي معمل هتروحيه هيقدر ايه يعملهم لك على طول. الف سلامه على حضرتك. شكرا ليك يا ست الكل. انا خلصت الرز. ماشي يلا يا سيدي. يلا ايه تاني؟ يلا نحط بقى لحمه يلا الراس على طول. على طول عايزين بقى ايه؟ اقطع لك الطماطم اهي. طيب عشان نبقى جاهزين كمان. ماشي الطماطم اهي. هنغطي اهو. عايز انت هات بقى الحله الثانيه كده نحط عليها على طول. يلا يا ريس. طيب يلا عندنا هلا يا دكتور. اتفضل برضه وانت معانا كده نسالك. اتفضل. ادي الطاسه الجميله بتاعتنا اهي. عايز اقول لك حاجه بقى. اتفضل. قبل ما انساها. قول معايا. الفشه دي من الحاجات اللي هي تعتبر في الذبيحه صحيه جدا. شايفين طبعا الدكتور هو أكتر شغال السكينه مشرط. خليك معاه شاهد. اكتر من يعني عايز اقول لك الفشه دي اكتر من الكبده والكلوه في صحيتها بالنسبه للايه للاكل. الكبده مشكلتها ان هي الكبده تعتبر المصنع اللي بنكسر فيه السموم بتاعه الجسم كله. ده الكبده. ده الكبده. طيب. الكلوه فيها مشكله ان هي موجوده جوه كيس اسمه البرينيفريك فات فبتبقى شويه سمينه. الفشه دي اللي هي الرئتين. انا الحاجات دي يا دكتور مش مضره؟ بالعكس الحاجات دي مفيده جدا. طب نسال ام محمد معانا على التليفون كده. يا ام محمد. ايوه معاك. ازيك يا ام محمد اخبارك؟ الحمد لله يا دكتور. معلش بس كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. عندي ضيقه نفس جامد في صدري كده من عند معدتي. لا استنى يعني. جالك نفس. عندك ضيقه نفس؟ ضيقه نفس. اتفضلي. طيب حضرتك عندك حد في البيت بيدخن يا مدام؟ لا خالص. ما عندكيش مدخنين. طب ضيقه النفس دي احنا عندنا سببين مهمين قوي، يا اما حساسيه الانف يا اما حساسيه الصدر. وحساسيه الصدر غالبا بتبقى تابعه لحساسيه الانف. لا بتقول حساسيه يا دكتور تاني السؤال. حساسيه الانف او حساسيه الصدر؟ يا انف يا صدر. لا ما عنديش حساسيه، انا حاسه ان هي من المعده. من ايه؟ حاسه ان هي من المعده كده، من فم المعده، بتحس ان الدقه طالعه منها. يعني انت بتحسي بحرقان من فم المعده او حرقان في زورك؟ لا لا ضيقه نفس. ضيقه نفس. بحس ان نفسي طالع منها كده من هداء. طيب هو مهم قوي لحضرتك نعمل حاجه زي منظار بس نطمن على ان مفيش عندنا مشاكل في المريء او في فم المعده او في الحجاب الحاجز. ده كل ده عباره عن منظار يتعمل، ده بنج موضعي وانت قاعده او في اي مستشفى من مستشفيات وزاره الصحه او العيادات كلها متخصصه في ده، وسهل قوي ان شاء الله. والف سلامه على حضرتك. شكرا ليكي وشكرا لسؤالك. بدور عليه يا دكتور. بدور على الثوم. الثوم موجود يا دكتور. ثومك الجميل موجود. وكل حاجه موجوده ومجهزه لك اهو. تمام. واديني دي. يلا عايزين بقى نخش احنا على ايه؟ على طول دي. ندي بس ندي الزيت يسخن. لا ندي الاول صدمه كده اهو. طب هتديها صدمه كده لوحدها؟ لوحدها. يلا بينا. يلا بينا بعد كده ايه نشتغل. يلا بينا جاهز يا دكتور. صدمه خفيفه. اتفرجوا على الدكتور بيعمل صدمه. ماسك مشرط الدكتور. ليه حط على النار على طول يا ريس. نصدم بالنار على طول. نصدم على طول اهي. عشان برضه تساعدنا في التسويق. عينينا يا ريس. تأمرنا يا دكتور. نسيت بقى اقول لك القصه المهمه قوي. ليه بقى الفشه دي مهمه وصحيه؟ ان الفشه دي عباره عن الرئتين. طبعا انت عارف الذبيحه او العجل لا بيدخن ولا بيشيش، فدايما الرئه بتاعته نظيفه وجميله وزي الفل. فلما نيجي نستخدمها وناكلها الانسجه بتاعتها جميله ونظيفه وزي الفل. فيعني ايه من الحاجات المفيده جدا بالنسبه لاكله شعبيه اكله حرشه لازم كل شهر شهرين كده نغير كده ايه ونخش على حاجه التنويع زي مطلوب طبعا. طيب حسان صديقي البرنامج بعت لنا رساله على الفيسبوك. هل حساسيه الانف لما استعمل البخاخه هل لها اضرار ولا لا لازم تحت اشراف دكتور؟ لا هو بص حضرتك حساسيه الانف دي البخاخات اللي بنستخدمها بيبقى فيها نسبه من الكورتيزون الموضعي، وطبعا الكورتيزون الموضعي ده جزء منه بيبقى على قد الانف بس وجزء منه الجسم بيمتصه. حلو. دي مهمه جدا. الكورتيزون ده احد العلاجات السحريه ومطبق في جميع بلاد العالم ومفيش خوف منه. ملوش اضرار يا دكتور؟ اضراره لما حضرتك تستمر عليه لفتره طويله دون ان تعود مره اخرى مراجعتك للطبيب. لكن انا بقول كل 3 اشهر مريض الحساسيه دايما يتابع الدكتور بتاعه او 6 شهور حتى على اكثر تاكيد. معانا برضه سؤال من مريم على صفحتنا بتقول لك الادويه اللي هي بترفع مناعه الجسم هل لها اضرار جانبيه ولا نقدر الادويه دي نستغلها
باكلات من مطبخ الشيف رفعت؟ لا طبعا الاكل، لا طبعا الاكل ده والشرب والفاكهه والخضار والحاجات الطازه دي افضل مليون الف مره من الادويه ومن المكملات الغذائيه. انت لما يكون عندك اكل طبيعي موجود قصادك مفيش احسن من كده ولا مفيش نعمه اجمل من كده. هو ده الطبيعي. هو ده اللي يديك المناعه الطبيعيه. يعني احنا نقدر يا دكتور في ادويه اللي هي زي مثلا اللي بترفع مناعه الجسم او اللي بتخلي الجسم اكتف نقدر نتحرك، في ناس بتاخد مثلا ادويه عشان تقدر تروح التمرين تتمرن ده بيبقى مكمل غذائي. مكمل غذائي. هل المكملات الغذائيه دي لو انا منظم اكلي ومنظم نومي، ما هو ال 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 الجسم الصحي اكل كويس ونوم كويس ورياضه، تمام مظبوط كده؟ تمام. هل لو انا كملت الثلاثه دول مع بعض اقدر انا كشخص عادي اقدر جسمي يبقى بنياني كويس، مفيش مشاكل صحيه، مفيش مفيش مفيش؟ ما هو الاكل كويس لازم انا منوع، حاطط فيه خضار، حاطط فيه فاكهه، حاطط فيه نشويات، حاطط فيه بروتين، هو ده الاكل يعني ايه الكويس. انما انا اكل وخلاص لا. لو انا ما قدرتش اكمل باكل طول الوقت يبقى خلاص اخش على المكملات الغذائيه وهيش يعني ما فيش مشاكل. مفيش منها المكملات الغذائيه ما فيش منها مشاكل؟ لا لا ما فيش ضرر ان شاء الله. طيب عايز اعمل زيك كده وتعالى. لا براحتك انت بقى. طيب طب يا دكتور عندنا مشكله هنا برضو بما انك انت دي مهنتك وانا بتكلم يعني بفضفض معاك بقى يعني مفيش حاجه احنا مجهزينها بنتكلم فيها، بس انا كمواطن او كشاب او كطباخ عندنا مشكله هنا بنقابلها، اللي لما انا مثلا يبقى عندي مشاكل صحيه وبروح لدكتور اعمل لي تحاليل فبرجع له بيها تاني، ولو انا مثلا غيرت رحت الدكتور تاني بتلاقي الروبورتات او الوصفات او التشخيص بتاع الحاله مختلف. طبعا طبعا معلش مع احترامي هاخدك في حته تانيه خالص. طبعا زي مثلا لما بودي عربيتي الميكانيكي العربيه تسخن يقول لك لا ده بوجيهات، اوديها لواحد تاني يقول لك لا ده الريداتير، توديها لواحد تاني يقول لك لا استحى البطاريه تعبانه، توديها لواحد تالت يقول لك استحى البيبان عايزه تتقفل كويس. مفيش عندنا تشخيص ثابت. بص هل معلش برضو هطول عليك، لا تحرم، هل دي مدارس؟ لا هي دي عايز اقول حاجه. اتفضل. الطب والجراحه زيها زي اي مهنه. حلو. انت بتدرس في اختلافات بتتعلم لكن الاصل كله خبراتك الشخصيه زي الفل. خبراتك الشخصيه ايه دايما بصل؟ لا شويه كده خليها كده. طيب. خليها تاخد تنزل ميتها كلها. طيب. عشان ايه تستوي معانا. اتصل تاني هنعمل فيها ايه؟ الطاسه دي هنعمل فيها الفش. طب يلا. طب الحاجه الثانيه قبل الفش دي هنحط حاجه. طب لا خليه هحط بس شويه زيت هنحط الطب والجراحه صنعه. حلو. اتعلمت مع ايد استاذ كويس، مسكت مشرط كويس، هتبقى انت جراح كويس. تمام. امتى تبقى جراح كويس؟ طول ما انت بتتعلم كويس وبتقف ورا حد كويس ومحترم وتقرا كتير، والطب ما بيبطلش. يعني انا زي ما انت بتتعلم الطبخ مني دلوقتي. بعد العمليات الجراحيه هات بقى ستوم بقى التومه. التومه بعد العمليات الجراحيه انا عملتها وتدربت عليها وتعلمت ازاي اعملها وانا في سن يمكن ال 45 سنه. حلو. لان ايام ما كنت بتعلم في كليه الطب ما كانش العمليات دي لسه منتشره. طيب يبقى وسافرت كتير بره عشان يعني انا خدت مثلا حاجه من النمسا من جامعه اسمها جراس، بس مجرد ان انا اقدر امد ايدي في الجيوب الانفيه بالمنظار. حلو. الطب ده والجراحه علم مستمر، طول ما تتعلم اكتر طول ما كفاءتك بتزيد اكتر وبتبقى قادر على انك انت تشخص وتتعامل بشكل جيد. طيب معانا نحط شويه من البصل طبعا. معانا منى ونرجع لك. طب. يا منى ازاي حضرتك؟ يا منى. يا منى. الو يا منى ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا منى؟ كله تمام؟ الحمد لله يا دكتور. انا كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال يا دكتور. اتفضلي. انا عندي عيب خلق في الانف. اتفضلي. كنت عايز اعرف يعني انا كنت عايزه اعمل عمليه في الانف وكده. اتفضلي. فانا كنت عايزه اسال. نعم اتفضلي سامعينك. اتفضلي. فانا كنت عايزه اسال حضرتك، انا عندي 30 سنه، هو ممكن معاكي انا ممكن اعمل كده العمليه في السن ده؟ انا عندي 30 سنه وكده ممكن اعملها يعني ولا ايه حضرتك؟ خليكي معانا والدكتور. بص حضرتك العيب الخلقي اللي عندك هو عباره عن اعوجاج في الحاجز الانفي، ولا عظمه الانف نفسها مولوده بيها فيها اعوجاج او فيها المنظر بتاعها مش عاجبك فعايزه تحسني المنظر شويه؟ الخط قطع يا دكتور. الخط قطع. عموما العيوب الخلقيه بتبقى دايما في الانف عباره عن الحاجز الانفي. طب قبل ما تجاوب معلش يا دكتور معانا ملك على التليفون بقالها فتره. تمام. يا ملك ازاي حضرتك؟ تمام.
يا ملك. انا هنحط كمون مع البصل وال يا ملك ازاي حضرتك؟ اتفضلي. كمون ده حاجه مهمه قوي قوي. معاك اتفضلي. هنحط شويه بهارات كمان لو موجود. يا ملك. يا ملك سامعينك. عليكم السلام الله وبركاته. معاكي سامعك الدكتور اتفضلي. عمري. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا فندم. ممكن بس معلش استفسر منك على حاجه؟ اتفضلي تحت امرك. انا دايما بحس بوجع في ودني. بحس زي في حبايه من جوه كده، بس مش بيبقى في حاجه، بس بحس بوجع جوه، ودايما احس بحرقان في مناخيري. بتحسي ايه؟ حرقان في مناخيري. حرقان في مناخيري. عندك حد بيدخن او انت بتدخني؟ لا. طيب بصي هقول لحضرتك حاجه، الحرقان في الانف ده ممكن يكون نتيجه حساسيه، بتتعرضي لمسببات حساسيه كتير، ممكن هي اللي تعمل لك الحرقان اللي في الانف، وممكن تكون مجرد التهاب في الجيوب الانفيه. طب انصح حضرتك برضه حد يبص عليك افضل يعني. ان شاء الله. ما ينفعش تاخد علاج منها من السابق. لا 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 صعب، حرقان في الانف لازم حد يبص عليك افضل، لا يكون عندنا لحميه في الانف ومحدش واخد باله منها وتزيد مع الوقت. طب هو امتى يا دكتور انا ممكن اعمل عمليه تجميل في مناخيري؟ والله دي بتبقى، لو انا عايز مثلا اخليها ثلاث فتحات مش فتحتين. دي بتبقى راجعه للشخص نفسه. هو عايز يجمل شكله او هو حاسس ان وظيفه الانف شويه فيها يعني ايه خلل او انسداد. ملهاش مشاكل يا دكتور؟ لا طبعا تجميل. اي بص حضرتك اي عمليه جراحيه برضو خلينا نبقى صراحه مع حتى لو الناس. تجميل خلينا نبقى صراحه مع الناس. اي عمليه لا احنا خلينا شويه. طيب ننزل ميتها دي خلاص. لا دي بقى ليه خلاص ازاي؟ دي هي دي اللي فيها الشغل كله. حط طيب. شوف دي بقى هنديها بقى الطماطم بتاعتها. يلا رئيس. وهنديها البصل بتاعها. معانا مين يا خالد؟ مبدئيا يعني يا مصطفى من الاقصر. مصطفى يا مصطفى شكرا يا مصطفى ليك. طيب يعني يا دكتور ناخد معلومه من حضرتك، اللي اي عمليه تجميل كانت بقى انف انف او تجميل في اي مكان من الجسم، على قد ما هي بتظبط الجسم وتحل الجسم لها اضرار. مظبوط كده؟ دي عمليات ببنج عمومي، والبنج العمومي ليه اضراره، والجراحه ليها اضرارها وليها مشاكلها مش اضرارها. يعني ايه؟ ما تقولش انا هخش اعمل عمليه تجميل. عمليه التجميل مش سهله. لا كل حاجه في الدنيا ليها شغلها وليها متاعبها. ما تقلينيش بقى. لا انا مش بقلقك. انا دلوقتي انا عايز اروح اعمل عمليه تجميل في مناخيري كبيره، عايز اصغرها شويه. حاضر عينيا. بس هل لازم لها اضرار بعد كده؟ لازم تعرف حضرتك ان دي عمليه ببنج عمومي، والبنج العمومي ليه مخاطره. ايه هو مخاطر البنج العمومي؟ لا كتير بقى، من ضيق التنفس، ولا قدر الله يبقى عندنا مثلا لو عضله القلب اضعف شويه وما اتعملش تحاليل كويسه يحصل عندنا مشاكل اثناء التخدير العمومي، كتير قوي. و بعد كده العمليه نفسها بتاخد وقت اللي ترجع لحالتها الطبيعيه مش اقل من 3 اشهر. طب انت كده يا دكتور؟ لا 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 يعني انت بتوقف حال نفسك؟ لا يا فندم احنا مش بنقول الكلام ده. ازاي بقى؟ عشان لا يعني عشان انا كل ما اسال دكتور مثلا اقول له ده انا عايز اظبط شعري او عايز اعمل حاجه، اقول له ده الدنيا حلوه والدنيا بيس لا وتعالى. لا لازم حضرتك المريض يبقى فاهم كويس قوي ان هو داخل على اجراء عمليه مش لعبه. انت مش داخل، انا اسف، مش داخل تعمل ضوافرك ولا داخل تعمل شعرك. انت داخل تعمل حاجه الانف ده كله بيترفع لفوق، وبنشتغل في العظم نفسه وبننحت في العظم نفسه. كل الكلام ده بياخد معانا مجهود وليه مشاكل. يبقى حصري من الدكتور خالد اللي العمليات التجميل يا جماعة. الناس اللي بتتفرج علينا مهما كانت نسبة نجاحها أو مهما كانت اللي بتحل الوش أو بتحل الشكل لها أضرار جانبية. مظبوط كده يا دكتور؟ ليها مش أضرار، ليها عواقب مضاعفاتها لو لا قدر الله ما حصلش التئام بشكل جيد. طيب. وفي صور كتير قوي لنجوم في المجتمع عملوا عمليات الأنف وما نجحتش، وكانوا بيتمنوا ان هم يرجعوا في قرارهم وقت ما خدوا هذا القرار. طيب معانا مصطفى دكتور. رجع لك يا مصطفى. اخبارك يا مصطفى؟ اتاخرنا عليك يا صاحبي معلش. الله يهمك يا شيخ رفعت. حبيبي يا مصطفى امرني يا صاحبي. انا برن عليك كل يوم يا شيخ رفعت. يا حبيبي انت صاحبي يا مصطفى يا حبيبي. ممكن تعملنا كيكه الشوكولاته؟ عينينا الشوكولاته عاملها لك يا مصطفى يا صاحبي. حبيبي هعمل لكم يوم حلويات كامل. شكرا يا مصطفى. طيب خلينا نحط الفشه برضو كده. ايه ايوه تاخد كل حاجه ما تقلقش. انت في ايدي امينه. انت في مصمت مش في مطبخ يا دكتور. الله ينور عليك. ما تقلقش. وخلينا نفتكر ان احنا لسه ما حطيناش ملح. يعني مفيش لا ملح ولا حطينا اي حاجه. انت خليك بس في المشرط الجميل بتاعك. لا انا شغال زي الفل. بس انت ما شاء الله عليك يا دكتور، يعني انا انت واضح وصريح. ربنا يخليك. وبرضه الناس اللي بتتفرج علينا يا جماعه في مصداقيه حتى في كلام الدكتور. يعني هي الفكره مش اللي احنا نشتغل او احنا نقول اي حاجه، برضه لازم نقول
ايه الكويس فيها وايه لو ربنا سبحانه وتعالى خلق مناخيرك بشكل كويس ما تلعبش فيها. لو لا قدر الله مش كويس يا دكتور، لو اتصدمت وقعت أو عملت حادثه، كلنا خدامينك على عيننا وراسك. انما مش بس على فكره عايز اقول حاجه، مش بس في البرايفت، مش بس في الخاص، لا مستشفيات وزاره الصحه النهارده فيها العمليات بتجرى وبارقام زهيده. يعني انت حضرتك النهارده العلاج والجراحه حق لكل مواطن، اللي معاه واللي ما معاهوش. ما تفتكرش ان القطاع ان في قطاع معين هو اللي ليه حق بس ان هو يعمل عمليات تجميل، لا. كل النهارده اي مواطن مستشفيات وزاره الصحه فيها بتتكلف تكلفه قليله جدا جدا، يعني حاجه لا تذكر. مش عايزين بس نقول على الهواء قد ايه. طيب هنقول بقى ايه الانف والاذن والحنجره. انا مشممهم العفشه بتاعت البني ادم. طبعا الانف والاذن والحنجره ده بوابه بوابه العفشه، عفشه الجسم، صح كده؟ دي البوابه زي الحلويات اللي احنا بنعملها. معانا تليفون. طب نرجع لك يا مدام منى. الو يا مدام منى، ازي حضرتك؟ انا كنت بكلم حضرتك واتقطع. اتفضلي معاكي، كملي سؤالك. يا ست منى، يا ست منى، انا سمعت سؤالك ورجعت لك. بص يا ست منى، لو انت عندك يا ست منى شويه اعوجاج في الحاجز الانفي او خبطه او اصابه جديدة تتعمل، لو انت مولودة بالاعوجاج يبقى نعمل الاعوجاج، لو انت شكل الانف نفسه متغير احنا نعمل القصة دي. وزي ما بقول انت من فين يا ست منى؟ انا من ساكنة فين؟ ساكنة فين؟ في المنشية الجديدة. المنشية الجديدة، المنشية الجديدة. عيادتك فين؟ اسكندرية دي ولا فين؟ اسكندرية. اسكندرية. بص يا ست منى، انت عندك مستشفى، لو انت ظروفك يعني ايه يعني نعمل مش مساعده قوي. طب ما نعمل مع الست منى واجب يا دكتور على الهواء. خلينا عينينا خلينا نقول ان مستشفيات وزاره الصحه في اسكندريه، عندك مستشفى الاباري، عندك شرق المدينه، في مستشفيات عظيمه تابعة الامانه وبتعمل الكلام ده باسعار قليله قوي. او لو انت عايز على عينه عرفنا مالكش حد هناك نبعت. لا لا تيجي لنا تنورنا في القاهره، تاخد لها كام يوم معانا كده قد اسبوع بالكتير تطلع زي الفل. نستاذنك تاخد التليفون بالكنترول وتظبط مع حضرتك. عينينا يا سلام. خلاص يا خالد انت وصل وعد الاستاذه منى التليفون بتاع الدكتور وظبط تحت امرك. واول حاله هتتعالج على حساب الدكتور اهو على الهوا. دبسنا الدكتور على الهوا. لا العفو العفو يا دكتور، ده بعد اذنك يعني. بص المواطن ده المصري كلنا تحت امره. طب ما ناخد عينينا ليه؟ طب ما ناخد 10 حالات يا دكتور. طيب عندك النهارده عينينا بس كده. بص بقى خلينا دلوقتي احنا ايه نكمل. لا لا العفو نكمل بس الفشه. طيب عشان وبعدين ناخد الحالات. ما قلناش للناس عاملين نحط ايه. طب ماشي، حطينا كمون. طيب حطينا حبهان، حطينا طيب. فلفل اسمر شويه صغيرين. ماشي. هنحط كمان فلفل اخضر او الوان. ماشي. وهنحط بصل شرايح اللي هم بيقولوا اللي بيقولوا عليه جوليان. الفشه دي زيها زي الكبده. جوليان ده الراجل الايطالي اللي هو الإيطالي. عمل البصل، انما احنا نقول عليها هنا اسطوحي. طيب. شماندي. حاجات بتاعتنا احنا. تمام. شوف بقى انت كده عايزين ايه. انا اول مره اشوف دكتور دمه خفيف. ربنا يخليك. دلوقتي احنا لحمه الراس بالظبط الداني، هنحط بقى ايه الصوص بتاعنا، الصلصه الجميله. ايوه. طب الصلصه دي بقى عشان ما تبقاش صايصه او ما تبقاش دلع، نديها معلقه ايه؟ دي معلقه ليمون. لا سكر. سكر. ايوه. لا انا بص اقول لك حاجه، انا ما بحبش الايه الحاجات اللي هي ملخبطه كده، ما بحبش السكر مع الاكل، لكن انت برضو إيه انت ماشي. الاستاذ. طب هنجيب بقى اول ما تبتدي تاخد كده غليتها. طيب. هنحط الحمص معانا، الكاميرات الشام. كاميرات معانا اهو، في حمص شام اهو، حمص طبيخ ده او ده زي الفل. هناكله بقى مع طبق الرز الجميل اللي عامله شيف ريفت. أيوة. شوف بقى الفشه بقى شكلها ايه. لا. بقى حاجه مش تقول لي عليك. مش تقول لي سلمون ستيك. لا 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 سلمون ستيك لا. انا شفته مره في حياتي وتوبت بعد كده. ده الحته الواحده مش عارف ب 100 جنيه و150 جنيه. لا لا غالي. لا طيب. احنا مع الناس الشعبيين. طيب. الناس اللي اكله حلوه زي كده ما تكلمش كلها على بعضها. ما تكملش ال 100 جنيه. لا مظبوط. ده منها اسره خمس ست انفار. صح يا عم رفعت، خليك مع الناس الله يخليك. هنحط الحمص. هنحط الحمص. اتفضل بعد اذن معاليك. يا هلا ازي حضرتك؟ الله يسلمك. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. عينيا معاكي اتفضلي. دكتور خالد. عينيا. انا وداني بتوجعني وبحس فيها بوش كده دايما، وكشفت كتير عليها وتعبانه والله يا دكتور. يا حضرتك بتنزل صديد الودن ولا حاجه؟ بتنزل اي افرازات ودنك؟ لا بحس فيها بوش دايما، هي حلوه وما فيهاش حاجه. طب الوش ده احد الاسباب بتاعته لا يكون في شمع في الودن. انت ممكن تكوني بتلعبي في ودنك كتير، بتزقي الشمع اللي جوه. خلينا خلي حد يبص عليكي، اخصائي او مستشفى. انا عملت تحليل كتير يا دكتور وعملت كل حاجه ومفيش فايده برضو، بحس فيها بوش. طب حد شاف ودانك؟ ايوه عملت تحليل كتير وقالوا لي العصب السامع. طيب عملتي مش في التحاليل بقى، عملتي تخطيط سمع ومقياس ضغط طبله.
لو عندك مشكله في العصب وعملت كل حاجه يا دكتور. تمام تمام. وعملت رسم التزان. حاضر حاضر. بس بحس بوش وبحس بعدم التزان وبحس حاضر. ان انا بصحى الصبح مش شايفه قدامي. لو عندك وش في الودن فالوش ده محتاج مننا حاجه مهمه قوي قوي، ان احنا بعد ما نعمل اختبار السمع وضغط الطبله لو في ودن اقوى من ودن او اقل من ودن هيبقى لازم نركب سماعه صغيره قوي جوه الودن هتساعدنا على التخلص من الوش نهائيا. وفي سماعات مخصوصه للوش بس عشان ده بتبقى الاشاره الرايحه للمخ مختلفه من الودن دي للودن دي. اتمنى ان شاء الله لو حضرتك قريبه مننا نشوفك او اي مستشفى من مستشفيات وزاره الصحه نتمنى نخدمك يا فندم. شكرا ليك والسؤال. طب هاخدك في حته بقى عشان ما انساش. انف اذن وحنجره قلنا العفشه بتاعت الجسم، قلنا المدخل او المدخل بتاع الجسم. اكتر حاجه تتاثر على الاذن او على الانف او على الحنجره، هل اكون قاعد انا في جو مثلا مكيف واخرج بره او العكس، او جو فيه تراب مفتوح، او في سوائل معينه او في عوامل معينه بتاثر عشان انا ابقى كويس انف واذن وحنجره، ابعد عن ايه؟ اول حاجه زي ما قلت حضرتك الانف والاذن دي البوابه بتاعت الجسم. فبالتالي انا الحساسيه بتزيد قوي في منطقه الانف والغشاء المخاطي للانف، وده بيسبب عندي كتير قوي قوي نوع من انواع الايه التهيب للانف. حلو. التراب والغبار والدخان هم اكبر المشاكل. حلو. في ناس ما عندهاش حساسيه، في ناس عندها حساسيه جامده، وبالتالي التراب والغبار والدخان احرص منهم قوي. انا بحط على فكره كمون وبحط فلفل، بتحط ايه دلوقتي؟ كمون وشويه فلفل اسود بساط قوي 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 عشان ما تسمرهاش. شوف حتى شوف لونها عامل ازاي. السلام عليك. لونها جميل. وبرده نفس القصه نحط شويه فلفل اسود هنا وشويه كمون. هل في اكل معين يقدر يحافظ لي مثلا على انا عايز قبل ما انسى بس اقول لك حاجه، ان البصل والبهارات والفلفل الحامي الحاجات دي كلها بتخلي الغشاء المخاطي للانف كويس، لانها بتعمل شويه حلقان ودموع. حلو. انا كان في عندنا ما عندناش قرن فلفل حامي اهو، قرن فلفل حامي قرن واحد فينه؟ انا جايبه لك اهو. الله. ده هنحطه على الفشه هتعمل جو غير عادي، ممكن نحط منه حته صغيره قوي على لحمه الراس برده هتعمل لنا جو كويس قوي. دوق انت وشوف الملح اخباره ايه. يا نور نقطع معانا تليفون. طيب نقطع الفلفل ده، الفلفل الحامي ده نقطعه. الفلفل الحامي ده من الحاجات الكويسه قوي، وده على فكره زي ما هو بيلسع بيحرق في الاكل وبيحرق في الدهون في الجسم. والناس اللي هم الجماعه الافارقه ليه دايما جسمهم قليل وفين كده وسليم؟ عشان بياكل سبايس. بالظبط يا فندم. طيب معانا نور. يا نور يا نور الخط قطع على نور، حاولوا تكلمينا تاني يا نور. خلي الحاجات اللي هي يعني الاكل مهم برضه، خلي الفلفل والبصل الجوليان ده اللي احنا قلنا يبقى سطوحي او شمندي، خليه كله ده في نهايه الاكل بيتحط عشان ايه ما يروحش وما يتحرقش عشان يدي الطعم بتاعه. طبعا احنا اهو الفلفل الحامي اهو. يعني دكتور خالد النهارده اختار لنا الفشه اكل حرشه ولحمه الراس عشان الانف والاذن والحنجره يبقوا كويسين ان شاء الله. صح كده؟ الصحه كلها ان شاء الله تبقى كويسه ونشبع بقى بلا ستيك بلا اكل اللي كل يوم ده. انت عارف احنا مشكله الاكل عندنا شاورما ومش شاورما، شاورما ايه يا عم؟ انت عارف مشكله الاكل عندنا ايه؟ اتفضل. اللي احنا بناكله وننام. لا لا، في ناس يا شيف رفعت تحب الاكل تحب تتذوق، وفي ناس تحب انها تدايت وتحب تخس، فخلينا برضو احنا نرضي، خلي يوم الاربع ده للناس اللي عايزه تاكل. طب يبقى نعمل اليوم الاربع ده من كل اسبوع اليوم الفري اللي احنا ناكل فيه اللي احنا عايزينه. اليوم الفري نجيب الرز كده خلص، عملنا الرز بالشعريه. نقول بقى للناس احنا عملنا ايه يا دكتور؟ طبعا عملنا رز بالشعريه. رز بالشعريه سهل يا جماعه، وزي ما اتفقنا وبتفق معاكم كل حلقه اللي انا ممكن اكل اللي انا عايزه بس بكميات قليله ومملاش بطني مره واحده. اقل في الزيت لو يعني الناس اللي هي بتعمل دايت، مش لازم انا اعمل دايت اكل كل حاجه دايت، لا انا ممكن اقل في الزبده واقل في الزيت اللي انا بعملها واقل في الكميات اللي انا باكلها. يعني لو انا بحط معلقتين زيت هحط معلقه، احط معلقتين زبده هحط معلقه، باكل 10 معالق رز هاكل 5 بس. صح يا دكتور؟ طبعا. والدنيا تمشي والاكل يبقى واللي عايز حاجه ياكلها. انا عايز اقول للساده المشاهدين ريحه الفش او لحمه الراس. طب الرز زي الفل، كله زي الفل، كله شغلك انت. انا عملت حاجه، انا عايز اقول لك ان ريحه حلوه قوي، ان الطبخه شكلها جميله واخد بالك، وسهله وسهله وما خدناش فيها ايه، ما كملناش نص ساعه كل حاجه، خلصنا القصه زي الفل وفي نفس الوقت ما تكلفناش حاجه. لا. واكله تشبع بقى. صح. ما تقوليش بقى بس في مشكله بقى عندنا احنا ما نخلص الهوا مش هنلحق ناكل، نعمل ايه؟ لا 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 ناكل والهوا شغال. هي دي معانا مين يا خالد؟ دي اكله تقيله عايزه قاعده بقى. طيب يا رضوى ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيخ؟ اخبارك يا رضوى؟ الحمد لله ربنا يخليك. اموريني. تحياتي لك يا دكتور خالد. ربنا يخليكي، اتفضلي.
كنت عايزه فريسه البط والبرتقال والشكلنا. عينينا. حاضر حاضر يا ست الكل، شكرا ليكي. البط بالبرتقال والبط بالشكلنا. عينينا. زي ما انت شايف يا دكتور اهي. استوعب كده يا دكتور. اه جميله زي الفل زي الفل. اغرف يا استاذ الريس. نغرف بقى ولا ايه؟ اه نغرف. يلا يلا. ماشي يا ريس. عشان احنا نبقى ايه؟ بدري بدري. القلبين اللي عندك دول. بدري بدري. خلينا بس الفشه كده تمام زي الفل. ها؟ ادي الفشه اهي. وادي اللي هنحط. السلام عليك. خدت الملح وبتاكله تمام؟ انت اللي حطيت الملح بقى. دوق. دوق انت اهو. زي ما انتم شايفين الفشه طلعت. وادي لحمه الراس بلحمه الحمص الشام او حمص الطريف. السلام عليك. ممكن بقى ده ممكن الطبق ده كمان يتحط في الفرن ويطلع كمان شويه. ممكن ياخد فرن. ممكن يتاكل مع الرز، ممكن يتاكل مع العيش. طبق جميل قوي. طبق شعبي، طبق حرش كده ايه. وانا في نص الاسبوع كده ايه هجيب الرز للدكتور اعمله له اهو. انت خلاص الرز خلاص؟ طبعا. يا دكتور طيب انا اوبا. وايه بالشعريه؟ عمرك شفت رز بالشعريه؟ ممكن نقلبه نخلي البخار بتاعه. لا ما انا هعمل لك حاجه ثانيه. طيب هتاخده في الوقت. هعمل لك حاجه ثانيه. جميل قوي. طيب معانا تليفون يا خالد ولا سلوى؟ يا ام مريم ازاي حضرتك؟ سلام عليكم. يا ام مريم ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ قبل ما تسالي الدكتور سؤال انا الشيف معاكي. ازي حضرتك؟ الله يخليك. طيب معاكي سؤال للدكتور؟ عماري كنا عايزين نسال الدكتور بتاكل الاكل ده ولا لا؟ ايوه دكتور لو سمحت عايز اسال عن بنتي. اتفضلي. دايما بتشتكي برجليها وكل ما تمشي شويه تقول رجلي بطني، تشتكي برجليها وبطنها على طول. كام سنه؟ سنها كام؟ اقفلي بس التلفزيون واسمعينا بالتليفون. خمس سنين. سنها كام؟ خمس سنين. خمس سنين. خمس سنين. الشكوى اللي انت بتقولي عليها دي قريبه قوي لالتهابات اللوز المتكرره. على طول نعمل انتي ستريبتولايسين او تتر تحليل او سي ار بي، اي معمل هيعرفه. وهوب لو كان الكلام ده عالي هنبتدي على طول نخش في اجراءات الجراحه. ما تستنيش عليها عشان الحمى الروماتيزميه ومشاكل روماتيزم القلب وعضله القلب والكلام ده كله. وشكرا ليك وعلى سؤالك. ما تستنيش عليها. اللوز يا دكتور تاثر على اطفالنا في المشي. تاثر. مظبوط كده؟ طبعا. طب لو احنا سن اطفالنا صغير يا دكتور مثلا وبنشوف ثلاث سنين او اربع سنين وبنقول لهم اللوز، في الفتره دي لو اللوز جت لهم واتشالت ترجع تاني؟ من سن ثلاث سنين نقدر نشيل اللوز وما يبقاش في عندنا اي مشاكل. اللوز الدور المناعي اللي بتقوم بيه وبتخلي الجسم يعني خليك انا ما اعمل حاجه بس اجرش. الدور المناعي بتاع اللوز بينتقل الى اجهزه اخرى بعد سن الثلاث سنين، وبالتالي شيل اللوز بعد سن الثلاث سنين ما فيش ليه اي مضار على الطفل. ولو تكرر التهاب اللوز الدور المناعي اللي بتقوم بيه اللوز بيختلف وبيحصل فيه اضطراب وبتبقى مسببه لمشاكل في الجسم زي التوكسينز اللي بتطلع من هذا الميكروب بتسبب مشاكل في عضله القلب واحيانا في الكلى. طيب. فرجاء اي طفل بيشتكي من رجليه او بينهج اثناء المشي، لا رجاء على طول ندور على تحليل الدم والاستشاري او اخصائي الانف والاذن يبص عليه لان ده مهم قوي قوي في السن الصغير. طيب سؤال ثاني واجابه سريعه عشان معانا تليفون. اللحميه لما انا بعمل لحميه ابني في مناخيره او بنتي او الراجل الكبير، هل بتغير في النغمه بتاعت الصوت؟ اللحميه التكون بتاعها لو كبير فطبعا بتعمل انسداد في التنفس، وكمان بتعمل حاجه زي انسداد للقناه الموصله لتهويه الاذن اللي هي قناه ستاكيوس، وبالتالي بتخلي الاصابات متكرره بالاذن الوسطى. حلو. وبتخلي الصوت نفسه مختلف، يعني التون بتاع الصوت نفسه بيبقى مختلف. شيل اللحميه طبعا من الحاجات المهمه قوي قوي في السن الصغير عشان نحافظ على وظيفه الاذن بشكل جيد، ولكن ازاله اللحميه اكتر من اللازم ده على طول بيدخلنا في المشكله اللي انت بتحكي عليها اللي هي تغيير صوت الطفل لما يكبر. فبرضه هي عمليه يعني جراحيه. هل اللحميه دكتور لها سن اقدر اشيله؟ ما تاثرش. ممكن من سنتين اشيل اللحميه بس ما تاثرش على بعد الصوت. بعد ثلاث سنين لازم اشيل اللحميه واللوز مع بعض لو كان في ضروره لاجراء الجراحه. ما فيش ضروره خلاص. اللحميه بيحصل فيها ضمور على سن 8 سنين 9 سنين، فلو قدرنا ما عملتش مشاكل يبقى نشتغل. هنعمل عصير؟ هنعمل عصير. الله. بس معانا تليفون. معانا مين يا خالد؟ يا سمية ازاي حضرتك؟
اخبارك ايه؟ كل الله يخليك يا سماء. الدكتور اللي شغال، انا مش شغال، الدكتور اللي بيعمل كل حاجه. الله يخليك. بقول لك يا دكتور لو سمحت، انا عندي يعني جوزي عنده حاجه و70 سنه بس، وعنده في ودن الشمال بتوش جامد قوي. فبيبقى يعني انا بتكلم معاه بس واخد باله من كلامي، يعني ينفع يتركب سماعه داخليه عشان تمنع الوش على المخ؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كان في متصله جاوبناها، الوش نتيجه ان في ودن اعلى من ودن، او ان الودنين سماعهم ضعيف، وبالتالي الاشاره اللي رايحه للمخ اشاره مختلفه، وبالتالي انا مش قادر اميز هذه الاشاره، فبتيجي عند المخ وش، وبيبقى معاها مصاحب ليها ضعف في السمع وعدم تمييز الكلمات. طبعا النهارده في سماعات واسعارها في متناول اعتقد معظم الناس، من 3000 جنيه ممكن نجيب سماعه كويسه قوي، في جوه الودن وفي خارج الودن، حسب تخطيط السمع وحسب مدى الضعف، كام ديسيبل بالظبط اللي هو محتاجين نعدله. ولكن السماعه امنه جدا جدا، وممكن في اي مكان تتعمل وسهل، مفيش مشاكل فيها. لا امنه جدا في النسبه للسن ده. طبعا العصب السمع بيتاثر مع تقدم السن زيه زي النظر، وبالتالي انا مع تقدم السن بيحصل ضعف في السمع، ما اقدرش اسيب جدي او والدي وهو مش قادر يتواصل معايا ومع المجتمع. قاعد طول النهار يا عيني حاطط الجرنان وما بيتكلمش حد لانه مش قادر يسمع، فطبعا ده بيبقى عبء نفسي عليه. جميل قوي قوي ان انا اقدم له هديه سماعه يسمعني ويتواصل معايا. مش مكلفه يا دكتور؟ مش مكلفه، يعني في حدود من 3000 جنيه اقدر اجيب سماعه كويسه قوي عليها ضمان لمده سنه او سنتين حسب. وشركات كده جدا وبتتغير كل لا ما تتغيرش بتعلى يعني. لو انا السمع عندي ضعف تاني بروح الشركه اللي انا شغال منها بعلي الجيم بتاعها فبتناسب 100 100 يا دكتور. طيب العصير الكيوي عملناه يا دكتور اهو، هايل. الكيوي طبعا الكيوي رخيص اليومين دول مش غالي. قشرنا الكيوي حطيناه، بنحطه مع لبن، لو خالي الدسم يبقى كتر خيركم، مفيش خالي الدسم احط لبن عادي وازوده ميه عشان الدسم برضه فيه ما يبقاش عادي. والمقادير معاكم على الشاشه اهيت. وبنضرب الكيوي يا دكتور زي ما انت شايف اهو. يبقى عملنا الساعه كام معاك الوقت ده؟ لا احنا لسه الوقت معانا. لسه عملنا الاكل، لسه خلصنا، عملنا رز بالشعريه جميل اهو زي ما انتم شايفين، حبايه وحبايه. ما خدش وقت، انت عايز رز ابيض؟ لا لا بس جميل. انا ضحكت عليك وقلت لك اعمله لك ابيض وعملته بالشعريه. جميل. وعملنا الكيو الجميل بتاعنا اهو. جميل. وادي الكيو يا دكتور برضو. الاكله كلها ما كملتش نص ساعه. ما خدتش لو الست البيت مجهزه حاجتها من قبلها ونص ساعة تبقى احنا اكلنا اكلة لطيفة ومش مكلفة اعتقد. لا مش مكلفة. يعني امانة يعني انا فوجئت النهاردة بالاسعار. انا عشان كده قلت لك نعمل حاجة كده جديدة وسعرها قليل وفي متناول اي اسرة ان شاء الله. تشرب عصير ولا بعد الاكل؟ لا لا انا كفاية شفتك. الله يخليك. انا لا هاكل ولا هشرب، كفاية شفتك النهاردة وساعدت بيك. على فكرة انا عايز اقول لك حاجة، ما اعرفش انت قابلته ولا. انا النهاردة انا ساكن في هنا في الصعيد، بس عيادتي هنا في القاهره. حلو. 4 ايام. ابني اتصل بيا لما قلت له هطلع مع الشيف رفعت، من حبه ليك ركب الاتوبيس من بالليل. ده كده بجد يا دكتور، انت كده هتخليني ايه يعني؟ وجاي مخصوص عشان يسلم عليك ويقابلك. ده كتير يا دكتور. انت محبوب عندنا في الصعيد ومحبوب في كل حته. لا يا دكتور. وربنا كده يزيدك. الله يخليك من يعني يا دكتور. حب الله الناس يخليك. انت عارف انا يعني انت حد جميل والله، زي ما قلت لك في بدايه الحلقه كنت انت من احد الاسباب اللي انا ارجع واعمل السيزون الجديد. ربنا يخليك والله، بكلمك بجد انت حد جميل يعني. وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. وطبعا لسه الوقت معانا، وهنتكلم برضو في عفشه الجسم وفي الانف برضو وفي الاذن والحنجره برضو، مش هنبعد بعيد يعني. قلنا الانف والاذن. معانا تليفون يا خالد. يا رانيا، يا رانيا ازاي حضرتك؟ الو يا رانيا ازاي حضرتك، اخبارك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ طب قبل ما تكلمي الدكتور ممكن اسالك سؤال؟ واسمعينا من التليفون، اسمعينا من التليفون يبقى كتر خيرك. اتفضل. بتاكلي الاكل اللي احنا عاملينه ده، لحمه الراس والفشه ولا لا؟ يسلم ايدك يا شيخ. ايوه انت بتاكليهم يعني، تعمليهم في البيت وتاكليهم ولا لا؟ اكيد اكيد يعني. زي ما كبير. زي ما عملناهم كده ولا بتعملوهم بطريقه مختلفه؟ طرق مختلفه وجديده. طيب يا حبيبتي معاكي سؤال الدكتور؟ ايوه اتفضلي، معاكي سمك الدكتور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. بقول لك يا دكتور حضرتك، انا جوزي معاكي، انا عندي بتاع تحت ودانه الشمال اخر بقه كده ويلم مره واحده.
وبعدها بيوم الورم راح خالص والوجع. تمام. دي يعني دي غده نكفيه جات لزوج حضرتك وهو سنه كبير، وغالبا في الكبار بتاخد وقت قليل قوي، ما بتاخدش زي الصغيرين اسبوع ولا 10 ايام، ما بقاش معاها سخونيه ولا حاجه، والحمد لله ان هو خف منها بسرعه. وخلي بالك بس الغده النكفيه دي معديه، فلو في اطفال في البيت ولا حاجه ممكن ياخدوا العدوى خلال 10 ايام لاسبوعين، لكن هي الحمد لله طالما خفت انسي القصه دي خالص. طيب مع بعض بقى يا دكتور هنا، خليك معايا كده يعني نسال بقى الاسئله السريعه اللي احنا هننهي بها الحلقه. هننهي ليه؟ يعني اللي احنا هنذكر الساده المشاهدين باللي احنا مش حاجه ثانيه هتطبخ اللي احنا قلناها هنذاكر بقى. انا هسال وحضرتك ترد عليا. ايه اللي اثر على الانف؟ هل عوامل جويه او في نوع علاج معين انا باخده ممكن ياثر على انفي او على الاذن او على الحنجره؟ هل اللحميه لما بشيلها برضو بنذكر باللي قلناه في سن معين ما تاثرش، لو انا اتاخرت عليها شويه تاثر؟ هل المكملات الغذائية ممكن أستبدلها بأكل؟ هل الأكل اللي احنا عملناه ده يقدر يعوضني عن مكملات غذائية أنا خدتها؟ طبعا. اتفضل. أولا بالنسبة لموضوع اللحمية، اللحمية بتتعمل من سنة ونص سنتين إذا الطفل اشتكى بأذن وسطى، مية ورا الطبلة اللي بنسميها ارتشاح خلف طبلة الأذن، السمع بتاعه ابتدى يتغير. ليه مهم يا شيف رفعت؟ اتفضل. سنه ونص. لان انا الجسم بيبقى لسه بيتكون في الوقت ده، لا، والقدره على السمع بتتكون في هذه الفتره، فتره من سنه لسنتين يقدر يتكلم كويس. لو ما سمعش كويس مش هيتكلم كويس. فلو هي مأثره على السمع لازم تتعمل في الفتره اللي هي سنه ونص سنتين بالكثير عشان يقدر يتعلم الكلام من خلال السمع، لان زي ما قلت لحضرتك اللحميه أثر على القناة بتوصل للودن وبتعمل ارتشاح خلف الطبلة، بتخلي طبلة الودن ما تتهزش الحركة الطبيعية، وبالتالي تلاقي الولد معلي التلفزيون، معلي مش عارف الكمبيوتر، بيكلموه مش قادر يسمعهم، وبالتالي على طول ده بيعرض على طول. أحيانا بنشيل اللحمية بس، أحيانا بنشفط المية اللي ورا الطبلة، أحيانا بنحط أنابيب اسمها أنابيب تهوية جوه طبلة الودن، تقعد لمدة من 3 شهور ل6 شهور حسب الحالة، وبعد كده تبقى الحالة طبيعية. طيب ده بالنسبة للحمية. طيب. هل بتأثر في صوت الطفل ولا لا؟ لو اتشالت بالشكل السليم ما تأثرش تماما، احنا بنشيل الجزء الزيادة أو بدري شوية. لا، هي يعني قصة بدري لو أثرت على الود. حلو. ولكن لو هي ما فيش منها تأثير على الود بنشيلها مع اللوز بعد ال3 سنين. طيب احنا في دلوقتي داخلين يعني احنا في الصيف وبعدين بنخش في الشتاء. تمام. معظم اطفالنا بتلاقي المناعه عندهم قليله او بتاثرهم العوامل الجويه، بدورهم بيجي يعني ادوار برد او انفلونزا. هل ده انا ممكن احصن ابني بمصل او بعلاج او باي ترتيبات قبل ما يجي له الدور ده، ولا لازم استنى عليه قبل ما يجي له الدور وبعدين ابدا اتعامل معاه؟ بص حضرتك، بالنسبه للاطفال تختلف القصه عن الكبار. اتفضل. دايما الاطفال العدوى بتجي لهم من الكبار. بمعنى ايه؟ اتفضل. الطفل جميل عشان وأمور. المناعه بتبقى ضعيفه على ما لا لا، والبنوته حاطه في يونكه، كل اللي يشوفها في الشارع والجيران والعماره احضن وبوس احضن وبوس. انا عندي عدوى ولكن غير ظاهره عليا، تظهر على الطفل الصغير. نصيحه طبعا، البوص والاحضان نقللها. ايوه، والنبي من الكبير للصغير. الحته دي تاني نقلل على قد ما عندنا مشكله في المجتمع المصري بالظبط، عادات. لما تبقى خارج انت ولادك تلاقي كل الشارع بيبوس. ما ينفعش يا جماعه، من اول الحارس للي في الاسانسير، للي في بتاع البيبسي، كل اللي بيشوفها مش بيكلمك، قبل ما بيكلمك بياخد يبوس ويحضن. لا، الطفل الصغير محتاج ان احنا نحافظ عليه. العدوى بتنتقل بشكل غير عادي، هي عدوى تنفسيه، مناعته ضعيفه بالظبط. الحاجه الثانيه، في تغيير الفصول مرضى الحساسيه بيعانوا، اللي هي تغيير الفصول من الصيف للشتاء او العكس، وحبوب اللقاح اللي بتطلع مع الظهور، كل ده بيأثر على الانف، وبالتالي حساسيه الانف بتزيد قوي في الاوقات دي. التراب والغبار والدخان بيزودوا حساسيه الانف، بيهيجوا الانف، فالنوبه بتزيد. بدل ما النوبه مثلا تاخد لها اسبوع ولا 10 ايام ممكن تقعد معاها شهرين شويه. مشكله حساسيه الانف ان هي بتبتدي في الانف ثم تبدا بعد كده في التسلل الى باقي الجهاز التنفسي، ويبقى المريض بتاعنا بدل ما هو حساسيه انف يبقى رب وشعب.
وبياخد بقى الكورتيزونات وبخاخات ويعيش حياته كلها بالرب والشعر. لو احنا تخلصنا من المشكله وهي لسه في الانف يبقى احنا حمينا بقيه الجهاز التنفسي بتاعنا. يبقى نصيحه التراب والغبار والدخان على قد ما نقدر مرضى حساسيه والتدخين الكتير خاصه قدام الاطفال. يعني الاب اللي بيدخن يعني دخن في البلكونه دخن في الشباك ولكن قصاد طفل لا تاني والنبي يا دكتور عشان معظم الناس بتتفرج علينا دلوقتي انا بشوف بعيني والله بكلمه بجد انا ما بدخنش الحمد لله. تلاقي قافل راكب عربيته مقفل الازاز مراته قاعده جنبه وعياله قاعدين في الكنبه اللي ورا ومتخانت سجاير في العربيه ولو جيت انت اتكلمت او تقول له خلي بالك فيبص لك يقول لك انت مالك. طب ما هو في اطفال معاك. عايز اقول لحضرتك حاجه احنا كمان مش بس بس بسرعه والنبي يا دكتور عشان وقتنا نلحق مش بس السجاير كمان الشيشه احيانا بيخلوا الطفل الصغير روح هات لي الفحمايه من على البوتاجاز في الصعيد نقول عليها بصايه هات بصايه الفحم من على البوتاجاز. الطفل الصغير ده بيتاثر لما يقعد جنب الشيشه نمره واحد هيبقى اديك هيبقى مدمن ان هو لما يكبر حلمه انه يعمل زي ابوه يشرب الشيشه. تاني حاجه ده هياثر على صدره وعلى بدنه. طب احنا معانا دقيقه ناخده مسالمه عشان بقى لها كتير معانا. يا مسالمه ازي حضرتك؟ يا مسالمه والنبي وطي التلفزيون واسمعينا من الراديو واسمعينا من التليفون وانا اسف على التاخير اتفضلي. لو سمحت انا عايز اكلم الدكتور. الدكتور سامعك بس اسمعيه من التليفون يبقى كتر خيرك. الجبر قاعد ورا الكاميرا بيضحك عليه. ماشي. هو انا معايا بنتي عندها 4 سنين. اتفضلي. عندها هي نازله بعيد خلق في القلب. في القلب. تمام. يعني عندها كان ثقبين وبعدين قفل واحد وفضل واحد وعندها لوز ولحمين. تمام. تتعامل. عايز اعملها عمليه. تتعامل. بص هقول لحضرتك حاجه. العمليات الجراحيه مفيش عليها اي ممنوعات طالما الطفل هيتعرض على حد اطفال قلب قبلها ويعمل ايكو ويبان ان هو قادر على تحمل البنج العمومي مفيش اي مشكله خالص. نعمل العمليه وتشال اللوز واللحميه خوفا من انها تعمل بعد كده ضيق في الصمامات او مشاكل اخرى غير العيوب الخلقيه. فمفيش اي مشكله تتعرض على استشاري انف واذن او اي مستشفى من مستشفيات وزاره الصحه ويتعمل لها ريبورت او تقرير بالحاله الصحيه وقدرتها على تحمل البنج العمومي وتعمل العمليه. نصيحه ليكي لو عندها عيب خلقي ما تستنيش تقولي لا ما اقدرش اعملها. لا تتعمل وتطلع زي الفل ان شاء الله على رجليها وتطمني خالص ان شاء الله زي الفل. الوقت الخل الوقت الحلو بيخلص بسرعه. الحلقه خلصت ربنا يخليك بسرعه جدا ربنا يخليك. اوعدني انا سعيد بيك المشاهدين ان انت تبقى موجود معانا. لا ان شاء الله بالأمانة في اي يوم اربع انا تحت امرك. هو ده اليوم انا يعني ايه طيب. عشان بس يبقى عندي مشاكل بقيه الاسبوع ومشاغل لكن الاربع اعمل اكلات شعبيه. يبقى كل يوم اربع نعمل مصمت مصمت النجوم. يبقى مصمت النجوم كل يوم اربع مع الدكتور خالد ان شاء الله. وقتنا خلص النهارده زي ما قلنا لكم الدكتور خالد كان اختار لحمة راس وعملنا فش عملنا رز بالشعرية عملنا الكيوي. وقتنا خلص. في انتظار برضو أسئلتكم على صفحتنا صفحة الشيف رفعت موسى بالعربي على الفيسبوك. ابعتوا لنا أي حاجة أنتوا عايزينها أنف أذن حنجرة عن الرياضة عن الأكل عن الفن أي حاجة هنجاوبكم ال 24 ساعة. انتظرونا بكرة قبل ساعة من دلوقتي بأكل جديد وشكل جديد وضيف جديد ولون تيشيرت جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتنا